سيد ابو الصابون رئيس جمعيه مدارس زناتان تنمية التضامن بمنطقه عين حروده. اليوم ان شاء الله غنبداو واحد العمليه ديال توزيع المؤل الغذائيه والاغطيه وبعض الحاجيات والملابس كذلك لفائده واحد الفتيات او لاعبات نادي رجاء عين حروده. هذا النادي اللي تبارك الله هو نادي عريق. بهذه المناسبه كنشكروا جميع المسيرين لهذا النادي خاصه الفريق المسير او الفريق التقني واللاعبات. الحمد لله هذا كيمثل منطقه عين حروده، احنا فخورين بهذا الفريق اللي كيمثلنا سواء في البطوله الوطنيه وكذلك في كاس العرش، وكذلك لان هذا النادي شارك في كاس المغرب العربي مثلنا حتى في دول في الدول. تبارك الله هو نادي عريق. بهذه المناسبه كنشكروا جميع المسيرين لهذا النادي خاصه الفريق المسير او الفريق التقني واللاعبات. الحمد لله هذا كيمثل منطقه عين حروده، احنا فخورين بهذا الفريق اللي كيمثلنا سواء في البطوله الوطنيه وكذلك في كاس العرش، وكذلك لأن هذا النادي شارك في كأس المغرب العربي مثلنا حتى في دول في الدول الافريقيه او في الالعاب الافريقيه. الحمد لله احنا فخورين بهذا الفريق. احنا جينا اليوم باش لانهم عندهم واحد هنا عندهم واحد السونتر او واحد المركز للايواء ديالهم. احنا كنتمناو ان شاء الله جميع المسؤولين سواء في منطقه عين حروده او في مناطق في عماله المحمديه وخاصه المجلس الاقليمي باش يوفر واحد الايواء لهذا الفريق، لانه كيمثل اقليم المحمديه وجهه الدار البيضاء سطات وكذلك المجلس الجهوي والمجلس الجماعي باش ياخذوا بعين الاعتبار دعم هذا الفريق. نحن فخورين، حنا كل سنه كنحاولوا باش نزوروه وحاولوا كنوفروا ليه بعض الامكانيات والحاجيات عبر امكانيات ديال الجمعيه، ودائما احنا كنحاولوا باش نلبيو الحاجيات لهذا الفريق لانه كيمثلنا. ان شاء الله نتمنى 2021 ان شاء الله يصعد للقسم الوطني الاول ان شاء الله، لانه يعني كيتواجد في القسم الاحترافي الثاني، ونتمنى ان شاء الله هذا الفريق ان شاء الله يصعد ان شاء الله هذه السنه. واليوم جينا مع جمعيه نهضه زناته اللي كيتراسها يزيد ابو صابون، هذه الفرقه ديال البنات ديال عين حروده، لان احنا محتاجين للفرق ديال البنات ونشجعوهم، وجبنا لهم بعض المساعدات اللي غادي تعاونهم وغادي تكون معاهم. وضروري خص ماشي غير الجمعيات اللي يساعدوا اللي يشجعوهم ويساعدوهم، خص هذا الشيء يكون تشجيع من الفرق كاملين ديال كره القدم والجمعيات اللي كيتكلفوا بكره القدم، وهذا الشيء كيشجعهم وكيزيدوا يجتهدوا ويلعبوا اكثر. ولاننا حنا ما عندناش فرق ديال البنات خص يكونوا عندنا، لان بزاف البنات كيبغوا يلعبوا كره القدم وكيكونوا هما ملوعين بكره القدم واخا هما بنات، ولكن خص نديروا لهم مرافق فين يكونوا فين غادي يمارسوا هذه الهوايه ديالهم. وكنتمناو ندوزوا معاهم اليوم نهار زوين ان شاء الله، وندخلوا على قلوبهم شويه الفرحه ونتحاوروا معاهم نعرفوا اشنو كاين. رئيس نادي رجاء عين حروده اللي كون قادم بالنسويه. كيفاش شفت هذه البادره اللي قامت بها الجمعيه؟ بطبيعه الحال هذه بادره عاديه بالنسبه لي. علاش؟ لان جمعيه نهضه زناته متعارف وما هو معروف عليه بالاقليم داخل المنطقه انها جمعيه فاعله ومواطنه. هذا ان دل على شيء، وانما يدل على ان السيد رئيس اليزيد بحكم انه يساهم دائما في اعطاء واحد الصوره نمطيه عن نهضه زناته في اطار ما هو اجتماعي. اذا الان فريق رجاء عين حروده بتاريخه العريق على مستوى مدينه حروده بألقابه بنجومه بمكتب المسير كان حاضرا دائما، ودائما ان جمعيه نهضه زناته تساهم بما لديها من مساعدات اجتماعيه للفريق. فبالمناسبه نشكر كذلك الطاقم المرافق للسي ليزيد على هذه المساهمه الطيبه، وكذلك نشكر جميع الحضور اللي حضروا وزكاوا هذه المساهمه، وكنشكر كذلك الاعلام اللي كيواصل معنا دائما جميع يعني مستجدات الفريق. اذا فريق رجاء عين حروده هو فريق عني على التاريخ، فريق يستاهل الكثير، لان للاسف الشديد ان القطاع الخاص لم يعطي الشيء الكثير لهذا الفريق بحكم القابي بحكم تاريخي وبحكم كذلك انه يمثل المنطقه احسن تمثيل. كلمه الفنانه الكبيره والقادره اللي حاضره معنا اليوم حتى هي. بطبيعه الحال الفنانه كتستاهل معنا اكثر، ونتمنوا ان تكون مناسبه ثانيه ان شاء الله اللي غادي نديروا واحد حفل تكريمي باسم رجاء عين حروده، لان الفن اليوم هو جزء لا يتجزا من العمل الجمعوي والعمل الاجتماعي. اذا
اذا الفريق النسوي ان شاء الله رجع ينحروا ده كيطلع انه السنه المقبله ان شاء الله رجع للبريمير ديفيزيون. للاسف الشديد ان نزلنا للدوزيام ديفيزيون، ماشي نزلنا بخساره وانما الظروف اللي عاشها البلاد وعاش العالم بجراء انتشار وباء كورونا اثر نوعا ما على مردوديه الفريق، بحكم ان جور اللاعبات السابقات ان حبسنا على التمارين الرياضيه، وللاسف الشديد هذه التمارين او انقطاع التمارين كان له اثر سلبي على تراجع مستوى الفريق. ولكن كنوعد الجمهور يعني ديال رجاء الحروده، كنوعد ان الناس ديال المنطقه ديال الحروده ان فريق رجاء الحروده سوف يقول كلمته في المستقبل ان شاء الله. كن معكم عبد الرحيم بن يحيى نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم فريق رجاء الحروده. اولا كنتقدموا بالشكر الجزيل لجمعيه نهضه الزناته على البادره ديالها اللي ماشي اول مره كديرها مع نادي رجاء الحروده، وحنا بدورنا كمكتب مسير لنادي رجاء الحروده كنجدوا الشكر ديالنا للسي يزيد ابو صابور رئيس الجمعيه وجميع الاعضاء المكتب اللي معاه، وكنشكروا وكنتمنوا من الجمعيات ديال عين حروده زناته بالخصوص انه يكون تضامن ما بين الجمعيات بعضياتهم كما كاين دابا ما بين جمعيه نهضه زناته ورجاء عين حروده. السلام عليكم، الاسم ديالي مبروك الحسن الملقب بالعظمه، انا عضو في الجمعيه هذه مده ديال 15 عام. الجميل في الجمعيه ديالنا هو انها تتلعب على جميع الادوار، ما تتلعبش على اساس ان الايتام دار العجزه، لا الجمعيه ديالنا هي تتواصل مع جميع الطبقات، فهمتيني؟ اللي جميل فيها هو انها تقريبا جميع الانشطه اللي كاينه في التراب ديالنا تتلقى فيها جمعيه نهضه زناته. علاش؟ لان الرئيس ديالنا هو اصلا اكتيف عزيز عليه يدير الخير، وحنا تيشرفنا اننا حنا معاه وتنتواجدوا معاه، لان علمنا كيفاش نمارسوا قناعتنا، كيفاش نتواصلوا مع الناس، كيفاش نديروا الخير. دونك هاد الحوايج هادو باش تلقاهم في هاد السيد هذا قلال. دونك حنا تيشرفنا وتيشرفنا اننا نكونوا معاه جنود معاه، لان عودنا على الصراحه وعودنا على العمل الجمعوي. كيفاش شنو هو العمل الجمعوي؟ هو انك تتواصل مع الناس ودير الخير، وشرف كبير لينا. والسلام عليكم. السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ ايوا نتمنوا راجعين حروده ان شاء الله العام تصعد القسم الوطني الاول، القسم الصفوة ان شاء الله، وتلعبوا مع الجيش الملكي مع خنيفره كما عودتونا. لانك شاركتوا في المغرب العربي في كاس المغرب العربي الحمد لله في 2010 الحمد لله، وشرفتوا منطقه عين حروده خاصه واقليم المحمديه والمغرب كامل. الحمد لله نتلتنا في المحافل الدوليه، الحمد لله شي اللي بغينا ان شاء الله، ونتمنى احنا ان شاء الله انه بعد مره نزوركم ان شاء الله. وكنشكروا الفريق المسير اللي كيسهر، لانه انت هما كيدوا واحد الواجب كبير الفريق المسير. انتوا راه عاد كتلعبوا، ولكن كاين اللي وراكم اللي ديما واقفين معاكم. ونتمنى ان شاء الله الجهات المعنيه كالجماعه الترابيه كاملين كمجلس اقليمي، جماعات المحليه، المجلس الجهوي، باش يدعموكم والجامعه كذلك تدعم هذا الفريق، لانه كيمثل منطقه زناته واقليم المحمديه ان شاء الله. ونتمنى يدعموكم لان الشيء ماشي سهل، كيطلب امكانيات ماديه صعيبه لانها كثيره، وانتم كفريق تقني الحمد لله انتم كتبذلوا واحد المجهود كبير، والفريق المسير. ونتمنوا جميع الجهات نداء رساله كنوجهها لجميع المسؤولين باش يدعموا هذا الفريق ماديا كاستاذ الفنانه ديالنا. الفنانه تاهي جات دعمكم، الفنانه سعيد الوزاني معروفه بالدواحه، وانتظروها في رشيد الشو ان شاء الله تشوفها ان شاء الله. وكنشكروا المناب الاعلامي اللي زارتنا اليوم، زناته نيوز محمديه بريس الحمد لله، والله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله ونشوفكم ان شاء الله. لان انتم في ظل هذه الازمه ديال كورونا كتلعبوا، لان الرياضه راه هي حتى هي كتبعد على الوباء، لان حنا كنشجعوا الرياضه. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو ونديروا شي حفل كبير، الله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. كما قالت يا ربي تجتهدوا، لان اللي بغيتوا توصلوا لواحد المرتبه وانكم تشهروا خصكم يكون عندكم شويه الصبر، وتخدموا وتاكلوا مزيان وتنعسوا مزيان وما تسهروش بزاف، لان الرياضه بالاخص كره القدم ماشي حاجه للرياضه اللي صعيبه بزاف باش توصلوا المراتب اللي وصلوا لهم اللاعبين اللي سبق منكم. انكم تجتهدوا مزيان وتاكلوا مزيان وتنعسوا مزيان وتخدموا مزيان، ديروا التدريب ديالكم مزيان، وان شاء الله غتوليو بخير وعلى خير. ونتمنوا دائما نشوفكم من مرتبه لمرتبه، ودائما حنا راه غادي دائما نجيو نزوروكم ونشجعوكم ان شاء الله. كما كتشوفوا ان كلمه اخيره، حنا دائما صاحب جلاله الملك محمد السادس عطى واحد الاولويه كبيره للمهاجرين الافارقه، لانهم خوتنا وحنا كمغاربه رجعنا للبيت الافريقي.
سيدنا عطى قيمه كبيره سواء على مستوى المجال الاقتصادي والاجتماعي، وخنا رعايه كبيره لهاد المهاجرين اللي كيتواجدوا في المحمديه، لان كنعتبرهم خوتنا حنا كجمعيه منذ 2007 حنا كندعموهم وكيزورونا وكنشاركوهم في جميع الحفلات. واليوم كما كتشوفوا ان ليكيب كيتوفر على ثلاثه لاعبات من طوغو، ولان الفرق لان الدول الافريقيه راه هما، لان حنا كنتمنوا للبيت الافريقي للقاره الافريقيه، وهما خوتنا ونتمنى ندعموهم، لان المغرب معروف بكرم الضيافه. وميرسي ميرسي بوكو ميرسي بوكو ان شاء الله، ونتمنى لهم ان شاء الله الصعود ان شاء الله القسم الوطني الاول، وهذا اللي نتمناو. ودائما كنوجد رساله لجميع المسؤولين باش ندعموا هذا الفريق رجاءً حروضه، ياك ندعموا ان شاء الله. ما تنسوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد نتنياهو.